وللمزيد عن اكتشاف هياكل عظمية بعد انحسار نهر ديالا تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي. أهلا بك معنا أستاذة ثائرة. أهلا وسهلا، أهلا السلام بك. عليكم. أهلا بك رمضان كريم. أستاذة ثائرة. النظام الحالي قام على عدد من السرديات المظلومية، ومنها كما تعلمين ما يصفها بظاهرة المقابر الجماعية للنظام السابق. يعني السؤال، لماذا لم تنتهي الظاهرة رغم مرور 20 عام؟ طبعا مسلسل المقابر الجماعية استمر بالعراق، طبعا دائما العشائر، خاصة العشائر العربية المتواجدة بالمناطق اللي كانت محتلتها داعش، دائما كانت تتبلغ على مقابر جماعية. فقدت كثير من مئات من شبابها بين المغيبين والمختفين قسرا. طبعا بعض هذه العشائر رحلتهم بعض فصائل الحشد، يعني اكو عشائر رحلتهم بعض فصائل الحشد قسرا، وطبعا ما قدروا يرجعون لمناطقهم. بالرغم من ان عشرات البيانات المخاطبات من جهات رسميه لحسم مصير هؤلاء المغيبين قسرا. طبعا الكشف عن مصيرهم وتحديد هويه المجرمين الذين استهدفوهم لحد الان ملف مغلق للاسف الشديد. يعني لم يرتقي لمستوى حجم الماساه اللي مروا بها. نعم. بعثة الأمم المتحدة سنة 2018 قدم التقرير أن هناك أكثر من 202 موقع لمقابر جماعية على أساس هي لداعش. نحن طبعا اختلط الحابل بالنابل، لأن أثناء التحرير هناك ميليشيات قامت بأسر كل شخص حتى لو لم يكن له علاقة بالتنظيم، من باب أنه طائفية وهذه الأمور، فكانوا يأخذوهم فما يرجعون لأهاليهم. لحد الآن الأهالي ينتظرون من الحكومة أنه بس يستلمون حتى لو جثثهم، لكن ماكو هناك أي تجاوب. طبعا المقابر كانت في ديالة قبل يومين اكتشفوه، وايضا في موصل قبل تقريبا شهر، وهناك ايضا مقابر جماعيه في صلاح الدين وشمال الانبار، يعني غرب الانبار، وايضا كركوك. كركوك ايضا هناك مقابر جماعيه. نعم. طبعا يعني هذه المقابر هذه المقابر الجماعيه الاخيره سيده ثائره، يعني نلاحظ انه هناك غياب لأي موقف رسمي حيال يعني التصريحات حول هذه المقابر. ما سبب هذا الصمت الحكومي المطبق إن صح التعبير؟ هل يشي بشيء؟ نعم نعم، هناك كثير من الجهات ونواب أيضا دعوا رئاسات الثلاث في العراق، الحكومة والبرلمان والمنظمات الأممية، للتدخل لحماية يعني الكشف عن مصير هؤلاء المغيبين اللي يعني جاي يخرجون عندنا مقابر جماعيه. يعني كثير من المغيبين والمعتقلين اللي الاهالي يعني كانوا يعتقدون انه راح يرجعون في يوم من الايام، يكتشفون انه هم كانوا ضحيه ميليشيات، ويعني قسم منهم ضحيه داعش والقسم ايضا ميليشيات. هناك اتهام للسكان والوجهاء المحليين، الميليشيات مدعومه من ايران والتي كانت تحارب داعش انذاك تحت مظله قوات الحج الشعبي. باعتقاد هؤلاء المدنيين يعني انه لهم علاقه، كانوا يعدموهم بمواقع، وكانوا ايضا يدفنوهم دفن جماعي. لا تزال لحد الان يعني جثثهم مختفيه، يعني غير لا يوجد يعني دليل يدل اهاليتهم على الاماكن. طيب. لكن بمرور الزمن وبفعل
الطقوس من الأمطار وغيرها وغيرها، جاءت تظهر هذه الجثث، جاءت تظهر. سابقا كان، نعم سابقا كانوا يقولون أن هذه المقابر لنظام السابق وغيره وغيره. المقابر الآن مقابر جماعية قام بها الميليشيات الإيرانية وداعش. طبعا نحن كلنا نعرف أيضا داعش هو إجرامي، والميليشيات إذا تعمل نفس القانون مثلا كمقابر جماعية، حتى لو هناك ارتباط بتنظيم قاعدة لازم أن يكون هناك محاكمة، لازم أن يكون هناك قضاء، لازم حتى المتهم بريء حتى تثبت إدانته. طيب على هذا أساس أنه يأخذون أخوة من بيت واحد، يعني هذا بالنسبة نعم السيدة ثائرة. سيدة ثائرة يعني نعم. هذا بالنسبة لاتهام الأهالي وتأكيدهم أن الميليشيات بالفعل هي من قامت بهذه يعني الجرائم في المقابر الجماعية، ولكن بالنسبة للحكومة يعني نلاحظ مع كل مقبرة جماعية يتم العثور عليها تهرول السلطة وإعلامها إلى اتهام النظام السابق أو ما يسمى. يا أخي أقسم بالله في سنة 2017 عندما دخل الجيش لتحرير الموصل كانت هناك قيادات بالحشد أخذوا مجاميع كبيرة جدا تراوحت من بين 400 إلى 500. هذا بعلمي أنا، كانت كمنظمة هناك يعني تقصي الحقائق. فال400 شخص اختفوا، يعني مو القوات الأمنية أخذتهم، قوات الحشد اختفوا بحيث أنه لا ما نعرف بأي مكان مسجونين. الناس تناشدنا تريد بس تعرف مكانهم، بس على مود يعني مثلا تمسك لهم محامي أو يعني كريتهم، أغلبيتهم ناس ليس لهم أي ارتباط بداعش، فقط هناك كانت تبليغات كيدية وغيرها. فبقوا تقريبا 8 أشهر يبحثون عنهم. اكتشفوا وقتها منظمة الأمم المتحدة أرسلت بعثة إلى منطقة في تكريت، بين الشرقاط وبين تكريت. كان هناك مخازن قديمة، مخازن كبيرة جدا، بحيث أنه داخل هذه المخازن فقط بهذه المنطقة كانت ميليشيات، واللي مسجون في هذه المخازن هم شباب من أهل الموصل ومن تكريت. فلمن أنا واجهت هذول الشباب، واحد منهم يقول إحنا صار لنا 7 أشهر يعني بهذا المكان اللي هو المخزن هذا اللي ب 400 شخص، هذا ما يعني ما يحوي اقل من 100 بس ناس في بطن ناس، بحيث انه ما يقدر ينام، يظل هو يعني قاعد، هو قاعد نايم، والاكل اللي يقدم لسبعه اشخاص هو لما النفر واحد يقدموا لسبعه اشخاص. فاللي طلعوا لمن جت هيئه الامم طبعا لقيت الميت طبعا اللي يموت عندهم يدفنوه، ما حد يعرف حتى اهله ما يدرون به. وش قد ناشدوا الاهالي، ناشدوا الحكومه يقول والله فلا نحن نعرف اكو يعني اكو ناس توسطت، لان اكو الحكومه فعلا صحيح الحكومه ما تعرف بهاي المكانات، فقط الحشد التابع للميليشيات الايرانيه. ولكن نعم يعني هناك من يقول ان الحكومه يقع على عاتقها بالفعل كشف مثل هذه التفاصيل، وعندما تكشف ايضا يعني يتم يجب عليها او تقع على عاتقها مسؤوليه ملاحقه المسؤولين، ولكن الحكومه لا تفعل شيء من هذا القبيل. يا اخي هي سوت الحكومه للشعب حتى هاي الشغله بدها تسويها؟ هي اي لحد الان حكومه ما مشكله، يعني اكوش مغيبين ومعتقلين لحد الان اهاليتهم يدورونهم يروحون يذهبون الى الاستفسار عن مناطقهم من الاماكن اللي هم على اساس جمعيه بغداد منظمات وتابعه للمغيبين. هذول اصلا ما عندهم علم ابنائهم، يعني ينطون اسامي يقول نحن ما نعرف ما موجودين هذول اصلا. طيب هي الشغله انه شغله ميليشيات ايرانيه. السيده ثائره، هل تعتقدين ان عمليه خلط الاوراق هذه المستمره فيما يتعلق بهويه مرتكبي جرائم المقابر الجماعيه لابعاد الشبهه بطبيعه الحال عن الميليشيات، هل تعتقدين انها ستنجح لربما في اقناع الراي العام عبر إلقاء هذه التهمة على ما يسمى الإرهاب فقط؟ والله ملف المغيبين ملف يعني صعب.
يعني وهذه المقابر اللي كل يوم نكتشفها جماعية، احتمال يعني لحد الآن أكو في السجون معتقلين، ويمكن سمعنا قبل فترة بسجن بالبصرة أيضا معتقل من كان من أهالي موصل، هو بالبصرة ساجنين وهم شغلت عنه يعني عنده ارتباط بداعش وهالأمور، فمن التعذيب أيضا التعذيب جاء يتوفون جاء يموتون جاء اللي أهاليتهم جاء يعني متواصلين وياهم هؤلاء أيضا يرثى لهم، يعني أهالي المغيبين هم في معاناة شاقة فيما يبحثون في البحث عن أبناء من المفقودين، طبعا دائما يحاولون معرفة ماذا حل بهم، يتساءلون إن كان هم على قيد الحياة أم لم يتم، يعني لحد الآن ما يعرفون هل هم على قيد الحياة أم توفاهم الأجل. نعم. ملف المغيبين ملف مهم أعتقد، يعني شكرا. لازم الحكومة تأخذها بعين الاعتبار، تنظر له بعين الرأفة والإنسانية، من باب نحن عندنا نواب كثيرين يشتغلون، لازم يشتغلون على هذا الملف. نعم. هذا الملف خطير ومهم. شكرا شكرا. نعم. جزيلا لك، كنت ضيفتنا عبر الهاتف من بغداد الكاتبة والباحثة العراقية ثائرة أكرم العقيدي.